اليوم حنا في المعهد العالي لتسيير وإدارة المقاولات اللي درنا معه شراكة منذ 2016 هذه 8 سنوات، ونحن بصدد تتويج الدفعة السابعة لخريجي التكوين بالشراكة مع هذا المعهد، واللي كان نخصصوه للأجراء ديالنا اللي يتميزوا بالعمل ديالهم وبالتركيز ديالهم وبالنتائج ديالهم اللي حصلوا عليها. هاد الدفعة كتعزز الشراكة اللي عندنا مع هاد المعهد، واللي كنظن انها الحمد لله وصلت لواحد الدرجة ديال النضج اللي كتخلينا اننا يعني نكابيتاليزيو عليها وندرجوها ان شاء الله في اطار التكوين اللي عندنا بالنسبة للسنة المقبلة. وكنتمنى حد سعيد الأجراء اللي غادي يستفدوا من هذا التكوين بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله. احنا فخورين اليوم بالجهد المجمع، لأن غادي نقدروا نبينوا ونديوا الواجب بالنسبة لهذا الأطور ديال كونيكتا اللي كتجمعنا بيناتهم واحد العلاقة اللي هي بيداغوجية اللي ماشي لأول مرة، واختارينا هذا الباركور بواحد التأسيس متبادل في اطار المواد ديال التسيير. اي مبروك الناس اللي اختاروا هذا لو باركور، ونتمنى على الله نعاودوا نكملوا هذه المبادره مع فصل اخر. وشكرا. اولا كنشكركم ديجا، احنا فخورين بهذا اللقاء وبهذا لاغوميز ديال الدبلوم ديال الناس اللي كانوا حضروا لواحد لا فورماسيون دونك في الماناجمنت اللي دارتها لا سوسيتي ديالنا. هاد لا سيريموني سي على باز اون كيلكو بار اون كونسيكراسيون ديال واحد الباركور ديال انتغراسيون اللي كدير لا سوسيتي، انها كتحاول تعرف الناس اللي خدامين معاها شنو خاصهم في كونفورماسيون، خصوصا الناس اللي مثلا جايين من دي دومين شي شويه اللي بعاد على المانجمنت. وانا تحت لي فرصه مع بعض الناس اللي معنا في الخدمه باش نديرو نكونوا بين الناس اللي تختاروا باش يديروا هاد لا فورماسيون، على اعتبار انني انا شو ريسبونسابل اوبيراسيونال، يعني ريسبونسابل دو بروجي. لا فورماسيون تيل اون تيل سي ان فورماسيون اللي خلاتنا نحاولوا نكملوا لي باركور اللي دوزناهم في لي دومين اللي حنا قريناهم واللي محتاجهم لا سوسيتي باش نقدروا حنايا نجيريو الناس اللي خدامين تحت منها.